بيسعدني يكون معايا الاستاذ عمرو ابو السعود، الخبير في سياحه اليخوت، رئيس غرفه الغوص والانشطه البحريه سابقا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور ذياب. يعني استاذ عمرو، حقيقه موضوع لطيف جدا، اشبه كده بتقديم اللوجستيات للسفن العملاقه العابره لقناه السويس، بس طبعا على صغير. سياحه اليخوت مشهوره في العالم كله، وده تخص طائفة من البشر بيحبوا يتنقلوا بس باليخت بتاعهم، يشوفوا البحر في أعماقه الكبيرة، يشوفوا الليل والنهار، ويعدوا على مواني ياخدوا بعض الخدمات. حضرتك راضي قد إيه عن التسهيلات اللي حصلت، وشايف إنه لسه ممكن نعمل إيه؟ إحنا عندنا يعني أسقف كثيرة في هذا الأمر. يعني المنظر، الصورة اللي موجودة دي فكرتني، كنت في زيارة لفلوريدا مرة في أمريكا، وكانت العمارة اللي كنت مقيم فيها فيها تحت باركينج لليخوت مش للعربيات. فطبعا يعني التطور ملوش سقف بالنسبة لسياحة اليخوت. يعني طبعا احنا في مصر يعني عندنا فرصة كبيرة جدا للاستفادة من سياحة اليخوت، والكلام ده من زمان. وطبعا مشهور كان عندنا انه الموضوع بتاع استضافة أي يخت أو مرور أي يخت ويعمل تشيك إن في المياه المصرية، ده موضوع صعب جدا. إنما الحقيقة أنا شايف في الفترة الأخرانية إن الدولة بتاخد خطوات جادة في محاولة حلول وتسهيل الإجراءات بموضوع النافذة الرقمية. أنا بس بقى، هل النافذة دي يا فندم نافذة حقيقية ولا مجرد ان هو وهو على اليخت بالموبايل؟ هو احنا لينا تجربة بالصدفة في الشهر اللي فات، فهيبان فيها كل الاجراءات او كل الايجابيات والسلبيات. الايجابيات نقولها الاول، اللي هي انه كان الاول لما اليخت بيخش كان في قرار طلع من فترة في الالفينات كده، قرار 27، كان اي مركب اجنبي او اي يخت اجنبي جاي بتتحلل الاجهزه بتاعته ويتحفظ عليها الجمارك علشان تاخد موافقه الهيئه المصريه لتنظيم الاتصالات. وكان طبعا ما بيوصلش النتيجه، لانه لازم عشان يتعاملوا معاه يكون متسجل مصري، فدايره مغلقه كده ما كانش لها نهايه. يعني اجهزه ايه يا فندم؟ معلش انا مش فاهم، اجهزه ايه؟ اجهزه زمان جهاز قومي لتنظيم الاتصالات ياخد تصريح، يعمل تصريح على الاجهزه الملاحيه. الاجهزه الملاحيه اللي ماشي بيها اليخت يعني. تمام، اتفضل. كان اجراء مانع لليخوت انها ده طارد طبعا، يعني كانوا بيعدوا بقى من علينا ويمشوا بقى من بعيد، ما يخشوش عندنا. يعدي تمام. قناه السويس ويعدي ويكمل. وكان طبعا يعني كان موضوع كان بيطبق ساعات، بيطبق في مينت اسكندريه، لكن ما كانش بيطبق الحمد لله في البحر الاحمر. فكانت يعني الامور الى حد ما ماشيه في البحر الاحمر. لكن خلينا بقى في النهارده، ايه الايجابيه في الموضوع؟ أيوة. بتاع النافذه الرقميه، انه فعلا كل المستندات بتاعه المركب بيتم رفعها من خلال النافذه، وكل الرسوم الدوله اللي قررتها بيتم تحصيلها من خلال النافذه. يعني من جهاز القائد بتاع اليخت بيبعت الصور بتاعه المستندات المطلوبه كلها. صور المستندات والبيانات بتاعه الاجهزه الاتصالات واجهزه الملاحه وكله وفعلا بتجيله الموافقه من خلال النافذه وكل حاجه. ولكن انا بقى يعني النقطه في ايه؟ انه النهارده التجربه بتاعتنا كان في يخت من اليخوت الاجنبيه احنا على اتصال معاه، وكان جاي على مصر، والمهم هو وقف في اليونان. فالإجراء بتاع اليونان قبل لما يوصل مصر، هو كل الرسوم اللي دفعها 102 يورو 102 يورو، وما فيش رسوم تانية، ويمشي بين الجزر ويخش أي مارينا. طبعا في كل مارينا هيدفع الرسوم بتاعت الإيواء بتاعت المركب في المارينا، لكن ويدفع الدخول دفعوا مرة واحدة بالقيمة دي، مرة واحدة 102 يورو. تمام. وخلص الموضوع بالنسبة للدولة. تمام. بتاعت اليونان. إنما في مصر الرسوم اللي دفعها على النافذة أول حاجة 1048 دولار، دول الرسوم الخاصة بهيئة النقل، وشاملة الرسوم بتاعة الجهاز المصري لتنظيم الاتصالات اللي هي علشان الموافقات بتاعة الأجهزة.
في رسوم تانية بتدفع كل شهر، فلو اليخت قاعد سنة مثلا فهيدفع 12 شهر، اللي هي رسوم الجمارك او رسوم هيئة الجمارك، يعني بتاخد $50 كل شهر، في بيبقى في السنة يبقى 600. لو هيدفع سنة هيقعد سنة، لو اليخت هيقعد سنة يعني اللي هو. طب الموقف المشابه ايه لو اقام سنة في اليونان؟ ما هو هما 102 يورو خلاص. يعني ما حتى مهما يقعد. لا خلاص هو هيدفع بقى للمارينا اللي هيقف فيها. ده احنا كده عدينا جامد، ده احنا كده بنتكلم في. لا ده احنا لسه. لا لا لسه، احنا لسه، ما احنا عشان كده هو 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 كل غالبا كل هيئه قررت الرسوم بتاعتها يعني قرار كجهاز فردي. عايز يحقق دخلي. فهيئه النقل حطت الرسم او الرسم مشترك مع الهيئه المصريه لتنظيم الاتصالات اللي هم ال $1048. الرسوم بتاعت هيئه الجمارك $50 كل شهر، يعني $600. ال 50 الهيئه المصريه للسلامه او في رسوم اللي هي ترخيص الملاحه اللي بيصدر علشان يمشي بيه جوه المياه المصريه بيدفع $52 في الشهر، يعني $672 في ال 12 شهر، يعني كل شهر عليه مبلغ، ف يعني تقريبا السنه واقفه ب $2350. في حين ان احنا بقول التجربه بتاعت 102 يورو الناحيه الثانيه، معرفش تركيا تقريبا 70 او حاجه كده. الحاجه بقى الثانيه ان هو برضو هو لازم يخش على مينا او مارينا دولي. فاحنا عندنا لغايه دلوقتي طبعا المارينا الجميله اللي اتعملت في مراسي لسه لم تعتمد كمارينا دولي. فلازم يخش يعمل اجراءاته في مينا اسكندريه او مينا ابو قير. فهو لما بيخش على المينا بتاعت اسكندريه يخش محطه الركاب هيبتدي يدفع رسوم ايواء على الرصيف $19 على المتر. يعني هنقول لو مركب طوله 16 متر مثلا هيدفع تقريبا $300 في اليوم. في حين انه مركب مثلا 16 متر ده لو هيقف اي مارينا هيدفع من حوالي بتتراوح مثلا من $25 ل $55 على حسب المارينا. طب ايه السبب في راي حضرتك في الارتفاع الجنوني ده في الاسعار ده كده؟ يعني برضو ما حدش هيجي برضو مهما بسطنا الاجراءات. ما يعني طبعا هي الارقام برضو ارقام كبيره جدا، بس هو احنا ما نبصش لاصحاب اليخوت اللي هم الامراء اللي عندهم الميجا ياتس والسوبر ياتس اللي طولهم مثلا 40 50 متر وطالع. احنا نبص ان اغلب اليخوت او الناس اللي بتلف باليخوت اللي هي اليخوت المقاسات اللي هي 15 متر ممكن ل 25 متر، في منهم اليخوت الشراعيه اللي هو يعني ده بيبقى الناس اللي هم الهواه بقى اللي غاويين يلفوا بالمراكب بتاعتهم، اللي هو مثلا كتير جدا من الاوروبيين اللي هو بعد لما بيوصل لسن المعاش او يخلص معاشه بدري بيستبدل المعاش بتاعه خلاص وبيروح يشتري يخت يعيش فيه ويلف العالم. أيوة. يعني ده اعداد كبيره جدا طبعا ممكن يستفاد من الناس دي، يعني الكم يعني ممكن يدخل دخل عالي جدا ويعمل. فهمت قصد حضرتك، احنا خسرانين كتير عن طريق ان احنا بنخسر الاعداد الكبيره دي في مقابل ان احنا لو رخصنا الرسوم دي. انا بشكرك استاذ عمرو، ودي دعوه من المكان هنا مع بالتضامن مع استاذ عمرو ابو السعود خبير في سياحه اليخوت ورئيس غرفه الغوص والانشطه البحريه السابق، انه احنا نخفض شويه الرسوم. طبعا احنا برضو احنا كمصريين في كل خطوه قلت لكم كتير بندفع رسوم كتيره جدا 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 على اي تذكره في اي حته بتخشها في اي حته بتخرج منها في اي مخالفه بتعملها في اي ورقه بتطلعها. فاحنا عايزين اعاده نظر وتنسيق بين الجهات. يعني لو في شخص واحد حط نفسه مكان صاحب اليخت الهاوي لابو شراع ده اللي بيلف العالم ده وقال كده طب انا هقعد سنه في مصر ادفع 2500 يورو مثلا ولا دولار، ينفع يعني؟ ده رقم برضو كبير جدا. طب وما هنزل بقى اشتري ايه واتفسح ايه واصرف ايه لما انا دافع كل ده بس عشان ادخل واخرج؟